لا احمر اسم كريم احمر عبد الرحمن محمد. وين ماشي السيارة؟ ماشي البي انا شادي غاث ان شاء الله. شنو فيها السيارة؟ والله فيها اغاثة سيارة قصدي مش عارف شنو فيها انت. لا مش عارف فيها زيت وفيها طماطم وفيها مكرونة وفيها رز. ماشي بارك الله فيك وسطك الله طيب ان شاء الله. عندك من علم هذه؟ عندنا من علم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيارة إغاثة هذه طالعة من طرف قوات درع ليبيا. ولإغاثة الأهالي في ربيانة طبعا المشاكل اللي حصلت في الكفرة. لها فترة يعني ربيانة ما فيش لا واحد طالع منها لا واحد داخل. وكنا في منطقة ربيانة وقيمنا الوضع وشفنا الشيء اللي غادي في ربيانة. وإن شاء الله هذه معونات مشيات من طرف قوات درع ليبيا بإذن الله. السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك؟ حطيت الباب الحمد لله. وين ان شاء الله؟ على البيان ان شاء الله. ان شاء الله. شو السياره شو فيها؟ فيها اغاثه. وصلكم الله ان شاء الله. السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك؟ تمام. كيف حالك؟ وين السياره ان شاء الله؟ طياره. شريف شو اللي فيها سر جوا السيارة؟ خاصة. ها؟ خاصة. زي شنو يعني؟ والله صنع كراتين وعلبات. ماشي. مرحبا. مرحبا.